للتعليق على الموضوع ينضم إلي من برشلونة عبر خدمة سكايب الصحفي حسين الناجي. أهلا بك سيد حسين معنا في هذه النشرة. يعني عودة قطاع السياحة اليوم إلى إسبانيا وعودة فتح المقاهي والمطاعم، ألا يشكل خطرا بسبب التجمعات الكبيرة؟ يعني هذه الأماكن هي أكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا فيها. هل مدريد وبرشلونة أو حتى إسبانيا ككل جاهزة لهذا الإجراء؟ نعيد فطر سعيد على كل العالم الإسلامي. الحقيقة هي تشكل خطورة على فتح المقاهي وإعادة فتح المدن، لكن كان هنالك خطوات سابقة سبقت هذه الخطوة، هي خطوات تحضيرية حتى يتمكن الإسبان من الخروج إلى الشوارع. الخطوات التحضيرية تمثلت بخروج الأطفال وكذلك السماح بثلاث ساعات صباحا وثلاث ساعات مساء للمواطنين بالخروج. هذه الخطوات كانت مقياس وقياس لاتخاذ الخطوة الأخرى، الخطوة الجديدة، وهي الفتح الجزئي وليس الفتح الكلي، مع شروط التزام على المواطنين الالتزام بها مثل ارتداء الكمامات وتعقيم وعدم زيادة عدد المجتمعين عن 10 أشخاص. حتى المطاعم عندما افتتحت كانت 30% من قدراتها. إذن هي خطورة، لكن الشر هو شر لا بد منه، لا يمكن السماح ببقاء أكثر في للمواطن في بقاء في منازلهم. طيب سيد حسين، يعني 30% من القدرة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي، كيف ستضمن الحكومة أن لا يحدث أي خروقات اليوم؟ كيف ستتابع كل هذا وما هي الشروط المفروضة اليوم لمنع تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا؟ بالحقيقة الشروط واضحة وضعتها الحكومة من أول ما أعلنت الخطوات، كانت من الصفر حتى المستوى الرابع. الآن نحن في المستوى الأول، هو خروج حذر، حتى المواطنين يتعاملون بحذر مع هذا الموضوع، حيث تبتعد طاولات المطاعم عن بعضها لمسافة مترين، عدم السماح في داخل المطاعم، عدم السماح في جلوس الناس في داخل المطاعم، العاملون يرتدون الأدوات التي تمنع العدوى عنهم وعن عن الزبائن. فهذا صحيح انه يشكل خطوره، لكن مع تناقص عدد الاصابات والدراسات التي عملتها وزاره الصحه الاسبانيه وخليه الازمه، جعلت اتخاذ هذه الخطوه ضروريه جدا للتخفيف عن الضغط الهائل الذي تعاني منه العوائل في بيوتها وكذلك مع ما تعاني القطاع السياحي. من برشلونه عبر خدمه سكايب الصحفي حسين الناجي، شكرا جزيلا لك.